هذا جانب. جانب آخر، إذا ملف المساءلة والعدالة الذي يطالب بإنهائه السنة، فهو يستغل من قبل المكون السني ضد المكون السني. الكثير من المسائل التي تطالب بداخل المكون السني تستخدم من بعض الشخصيات، نعم، وحتى من الخط الأول من القوى السياسية السنية تستخدم ضد أبناء المكون السني. الكثير من المسائل، ولاحظنا، أنا أقولها وبصريح العبارة، نعم، اليوم يعني بعيدا عن هذه المسألة لكن يجب أن نذكرها، نعم، لأن من ضمن حوارنا تتحدث عن المساءلة والعدالة. اليوم السيد نجم الجبوري محافظ نينوى، أنا اليوم باسل الكاظمي من البيت الشيعي، لا مقرب إلى نجم الجبوري ولا المكون السني، لكن نتحدث بأن من زاخو إلى الفاو، اليوم السيد نجم الجبوري محافظ نينوى، من الذي يختلف بأنه حقق إنجازات وأصلاحات وغيرها 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 في محافظة نينوى؟ من الذي يختلف بأن السيد نجم الجبوري يمتلك من الوطنية والمهنية والنزاهة؟ نعم أستاذ، بثواني أستاذ بثواني، لماذا لماذا يستبعد؟ هل هو استبعاده مسألة بأنها ضمن المساءلة والعدالة، أم استبعاده مسائل شخصية؟ لا، مسائل شخصية. لماذا؟ قبل عام ونصف نفس الأطراف اليوم الذي بأنها وضعت عليه المساءلة والعدالة استثنت السيد نجم الجبوري وقالت أنه شخصية وطنية وإلى آخره. فبمعنى الكثير من المؤسسات تستخدم، نعم، ضد خصومهم في داخل الدولة.